هل كابتن حسن اتكلم معاك قبل البطولة ان انت انا واخدك معايا، ان انت هكون ليك دور، ان انت تبقى، لان انت عارف كان ساعتها مفاجأة كان يعني، مفاجأة انا تم طبعا. استبعادي من القايمة وانا كنت احسن لعيب في الدوري المصري يعني باي فار، وانا على فكرة بعد كده لما دربت جده فهمت كابتن حسن كان جديد. بيفكر في ايه، بالظبط، لان كابتن حسن كان اكيد ان انت كنت هتعمله مشكله في بالظبط المنتخب، كان ان انت هتروح هو ما كانش اساسي. ناوي ان انا هو بالظبط، يبدأ بيا. ان انت تبقى اساسي. بالظبط، وانا مقدر الغضب وقتك اللي انت كنت فيه وقتها، ان انت كنت راجع من تقريبا من الاحتراف بره عشان تلعب في نادي الزمالك عشان تلعب بطوله افريقيا، فان وكنت انت احسن لعيب في الدوري يعني، بص بالظبط، قبليها مثلا سبع وفي ثمان الدوري ماتشات كنت ماشي بشكل كويس جدا. بس انت عارف انا ما زعلتش من فاكيد عدم الاستدعاء نفسه، انا زعلت على الطريقه على يعني. الطريق. انت النهارده وبعديها حتى اتكلمت مع كابتن حسن يعني، انا ما عنديش الاختيارات الفنيه عادي خلاص، المدرب واخد قرار ان هو، انما تمام. ما تستدعينيش في معسكر تقعدني 3 ايام وتلعبني ماتش ودي وبعد كده تستبعدني يعني، بالظبط. دي بالنسبه لي اللي كان زعلي. عرفت ازاي؟ عرفت ازاي لا منك ما انا بص انا سمعت كابتن شوقي، كابتن شوقي غريب بيقول في الاتوبيس ان انتوا، انت فاكر ساعتها كابتن حسن قال لنا هتعرفوا اسامي اللعيبه هتعمل من مستبعدين من الميديا، الاعلام من الميديا. وده بالظبط، احنا غلط. مشينا كلنا انا على كده فكره ما عنديش، انا لما اكون النهارده لعيب انا همشيه، طبعا، بالذات لما يكون لعيب ليه اسم اجيبه لازم واقعد اقعد معاه، معاه وانا واقول له. اشتغلت بالظبط مدرب بعد كده، اي بالظبط حد النهارده اقعد معاه، انا بالظبط، شايف ان انت مش دي هتشيل على اللوم فكره دور اللعيب الفترة بيتقبل الجاية. مفيش مشكله خلاص، طبعا حتى طبعا، لو ما تقبلش حتى على لو الاقل هو اديته متضايق. احترامه بالظبط، هيبقى مبسوط ان انت قدرته. قدرته. بالظبط. فساعتها كابتن شوقي غريب يعني ايه، كانوا عارفين ان هم هيستبعدوني من قبل الماتش ما اكيد يتلعب، اكيد. فقال في الاتوبيس هتعرف، انتوا عارفين ليه تعرف هتعرفوا اللعيبه من الساعة الاعلام، 8 عشان في لعيب كبير قوي هيبقى مفاجاه. هيستبعد. وانا يعني انا راجل، انتوا ناس بعيدا عن الكوره ولا اي حاجه، طبعا فاتت سنين خلاص اللي حصل حصل، طبعا طبعا لكن انتوا ناس مربيني طبعا وانا راجل بتاع، ليه تم معاه كده؟ ده كان طبعا ليه تم طبعا معاه كده؟ ما طبعا. خلاص انت مش في دماغك ميدو ان هو يبقى موجود. بالظبط، تقول لي تعالى يا ميدو، انا انت الفتره الجايه مش هيبقى ليك دور. يعني انا في فبالظبط، القايمه فبالظبط وكده كده انت هتستبعدني، فخلاص كده بالظبط كده المشكله هتحصل. بالظبط. لكن انا اقول لك ايه اللي حصل بقى، كان في اخر ماتش في الدوري كنا بنلعب المنصوره، انا اتعورت وخرجت اول 5 دقائق، ظهري حصل له مشكله وتعورت وخرجت اول 5 دقائق، فهم كابتن حسن وكابتن شوقي اعتقدوا ان انا كده كده مصاب، انت مصاب. فراحوا مستدعيني ان ايه عشان يبقى اسمك ان انت ايه. للمنتخب، وده تفكير، ده تفكير كابتن شوقي غريب على فكره، هتقول مش له تفكير انا كابتن عنده حسن، اصابة اصابه وخلاص وهتمشي من ومشي. المعسكر فانا رحت واخد حقن عشان العب الماتش عشان الودي، تلعب. لان انا كنت عارف ان هم بيخططوا لايه. اتمرنا 3 مرات قبليها، دخلت فيها واحدة انت في التمرين يا ميدو، فاكرها؟ دخلت عملت عليها تاكلينج. قدام كل الناس كده، لا عملت عليها تاكلينج، مش فاكر والله، بس انا فاكر ان انا طيرتني دخلت في 2 احمد متر فتحي، قدام. دخلت في ايوه، احمد لا فتحي باين وانا والله. كمان برضو واخد كوره بمشي، لقيتك جاي من ورا وتاكلينج، فاهم؟ هي كانت التمرينه كلها كانت التمرين كلها تنس كانت اصلا. تقسيمه. انا فاكرها تقسيمك، كانت 3 فرق، كانت فعلا بتطلع نار. اللعيبه كلها، كان عندنا 32 لعيب، ال3 فرق كانوا بيدوا كل حاجه في التمرين، بس انا قبليها كانت بيومين، نار التقسيمه دي. عرفت ان هم هيستبعدوا.